السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بالجميع، مرحبا بكم عند عالم أم سفيان. حلوة أو كيكة ديال عيد الميلاد أو كيكة ديال احتفال رأس السنة الميلادية، استقبال سنة جديدة سهلة وكل شيء غادي يقدر يديرها إن شاء الله. غادي ندير هارولو ماشي كيك، مهم تكون إن شاء الله هارولو. عندنا 4 البيضات، قبصة ديال الملح، بسم الله، وعندنا كاس ديال السنيده ما عامرش، وعندنا واحد الفانيلا. غادي ندير هذا الشيء نطربو مزيان، نطربوها حتى تولي بحال هكا ولات بيضه. بيضه بزاف، و كاس ديال الطحين، كاس عامر، ومعلقه هانتم. نعاود نغربلو، المهم الا بغيتو تعبرو بالكاس ديرو كاس ومعلقه زائد معلقه كاس ديال العنبه. غادي نبقى نغربل لي شويه بشويه. فيهاش الزيت، غادي ننزلها في الطاوله مفرشه. بسم الله، حسب الفران عافيه مهيله. كان الفران ديال الضو 180 او 160، 15 دقائق ان شاء الله. ها هي خرجت من الفران، دابا غادي نحاول نطويها وهي سخونه. لا تبقى سخونه، خصني نطويها، وغادي نديرها في واحد الفوطه ونخليها حتى تبرد. هي الكيكه لويتها في السيف، وغادي نطربو دابا هاد الكريمه. شريت هاد الكريمه هادي سائله، هي كتكون فيها السكر، غادي نطربها ان شاء الله. هادي بعد ما طربتها غادي نغطيها ونخشيها في الثلاجه. كيكه قلبتها ونحيد هاد هادي كغيت اللي كان تحت. المهم غادي نسقيها ماشي بزاف الحليب. وغادي ندهنها ببن مربى. غادي نعاود نسقيها غير شويه من هنا، ماشي بزاف، ما تحتاجش، راه ما شاء الله جات رطبه. نكملو تزيين الكيكه تاعتنا.
اتمنى تعجبكم، تحاولوا تجربوها ان شاء الله تنجح معكم من اول مره، وتوجدوا انتم الحلوه ديال اخر السنه الميلاديه ان شاء الله، وسنه سعيده للجميع بالصحه والسلامه، كل عام وانتم بخير مصدقا. السلام عليكم ورحمه الله.